الإنجيل يوحنا إصحاح 14. إنجيل يوحنا إصحاح 14 عدد 15. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم يكون فيكم. لا أترككم يتامى، لا أترككم يتامى، لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل، لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحب أظهر له ذاتي. لا أترككم يتامى. الرب بيتكلم للتلاميذ لقبل الصليب على طول، يعني بعد الحديث دوت. الحديث ده حديث كبير متصل. بعد كده في الصلاة بتاعت يسوع في يوحنا 17، وبعدين يسوع بيروح للصليب. دي من أهم الكلمات اللي يسوع قالها. يسوع بيقول للتلاميذ لا أترككم يتامى، لأنه بعد شوية يسوع هيؤخذ من التلاميذ. يسوع طول ما هو مع التلاميذ بيعلن للتلاميذ الآب. في مرة فيلبس قال له أرنا الآب، قال له فيلبس من رآني فقد رأى إيه؟ الآب. من رآني فقد رأى الآب. يسوع طول الوقت ماشي في وسط التلاميذ بيعلن قلب الآب، وده اللي التلاميذ محتاجينه، وده اللي الناس محتاجينه في هذا الوقت وفي كل وقت، إنه قلب الآب يعلن ليك، إنه أبوة الله تعلن ليك، إنه وإنت ماشي في حياتك تبقى مش بس عارف بذهنك لكن شايف إيد الله الآب. الآب ماشي معايا، أبي ماشي معايا، زي ما بنرنم أبي أنت، أنت أبويا، ماشي معايا. يسوع عارف إنه بعد شوية هيؤخذ من التلاميذ، بعد شوية هيموت، هيقوم، هيصعد، والتلاميذ هيفتقدوا هذه الأبوة اللي بيشوفوها في يسوع، لأنه يسوع يعلن الآب. يسوع دايما بيعلن الآب. فبعد شوية التلاميذ هيلاقوا نفسهم لوحديهم، يسوع اللي كان معاهم، يسوع اللي كان بيشددهم بيشجعهم ويعلن له بالآب ما بقاش موجود في وسطهم. ويسوع عارف كويس انه في هذه الأحوال ينفع التلاميذ يتحاربوا باللي انا هسميه النهاردة روح اليتم. انك تشعر انك يتيم، انك تشعري انك يتيمة، انك تشعر ان مفيش حد مهتم بيك، انك تشعري ان مفيش حد مهتم بيكي، انك تشعر ان مفيش حد سندك. اكتر حاجة ممكن تكون بتشعرها تجاه ابوك الارضي انه في حد في ظهرك، انه في حد اكبر منك سندك، انه في مرات لما هتيجي تقع، لما هتيجي مش هتعرف تعمل حاجة معينة، مش هتعرف تسد في حاجة معينة، عندك اب، ابوك ده هيقف معاك بكل ما عنده، بكل امكانيات. لو محتاج امور مادية في وقت هيساعدك بامور مادية، لو محتاج نصيحة هيساعدك بنصيحة. افتقدنا في مرات كتيرة قوي لابوة الله، انه الله اب، وانه هذا الاب ما يقلش ابدا ابدا عن الاب الارضي، بل بالعكس ده في مرات الاباء الارضيين بغيابهم بيشوهوا صوره الاب السماوي. يسوع عارف انه بعد شويه هيؤخذ من التلاميذ، والتلاميذ لما يسوع يؤخذ منهم سيفتقدوا يسوع شخصيا بالتاكيد، لكن في نفس الوقت هيفتقدوا الاب الذي يعلنه يسوع، الطمانينه اللي تخلي بطرس وهو بيغرق يقول للرب، او هو اسف في المركب يقول للرب ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك. فالرب يقول له كلمه فيمشي على الميه مطمن. ليه؟ لانه في ابوه. كل ما يسوع موجود في وسط التلاميذ كل ما ابوه طلب تعلن في وسط التلاميذ. الأبوة هي اللي بتخليك تمشي من مرحلة لمرحلة. الأبوة هي شعورك بأنه الله أبوك، أنه الله دائما معي، أنه هذا الأب يهتم بأدق تفاصيل حياتي، وأنه لن يتركني، أنه مش هيسيبني.
يعني مش هيجي وقت هذا الأب يتخلى عني لأنه أدائي مثلا مش عاجبه أو لأني مش عارف أعمل بالضبط اللي المفروض أعمله، فهذا الأب سيقرر أن يتخلى عني. معرفتك أنه هذا الأب لا يتخلى عنك، عشان كده يسوع بيقول لهم لن أترككم يتامى، يعني أنتم مش هيجي وقت من الأوقات تشعر أنك يتيم. يتيم يعني ما عندوش أب. مش هيجي وقت من الأوقات تشعري إنك يتيمة، مش هيجي وقت من الأوقات تقول آه الرب مشي معايا مشوار لما كانوا القادة جنبي، لما كانوا الخدام حواليا، بس عندما تركوني وكأنه الرب تركني. لن يأتي هذا الوقت، لأن الرب أكثر أمانة. الرب أكثر أمانة. لن يأتي هذا الوقت الذي آه إبليس والعالم يريد أن يزرع هذه الروح، روح ليتم في المؤمنين، إنك مؤمن آه بس مش شاعر إنه الرب أبوك، فشعر أنك يتيم، فشعر أنك وحيد، فمهتز، فخائف، فالعيان بيخليك تطلع وتنزل. ليه؟ لأنه أصلا أنا مش عارف أنه ليه أب. عندما تكون مطمئنا أن لك أب، ليك أب، وهذا الأب هو ده العالي زي ما بنرنم، ملك الملوك، رب الأرباب. عندما تطمئن أن لك أب، كل إحساس بالخوف يقع. عندما تطمئن أن لك أب حقيقي، وهذا الأب يعتني بتفاصيل حياتك، هذا الأب يعتني بتفاصيل حياتك، ده بيخلي فيه شجاعة داخلية أنك تواجه أمور في حياتك بدون خوف. ليه؟ لأنه الله أبي، فيه طمأنينة. أبويا ده متحكم في كل حاجة. أبويا ده في وقت ينفع بس بكلمة، بإشارة من إيديه، بنظرة، ينفع يغير كل حاجة، ينفع يغير كل الأحداث، ينفع يغير كل الظروف، ينفع يغير جسدي، ينفع يغير ظروفي، ينفع يغير خدمتي، ينفع يغير مستقبلي اللي شكله صعب بكلمة واحدة منه. هذا هو أبي، هل تؤمن؟ هذا هو أبي، ده أبويا. الرب بيقول لهم لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بس بص تركيز الرب، في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي. يعني الرب مش بيقول لهم انا بعد شويه هتشوفوني بالروح القدس يسوع، لا، ده بيقول لهم هتشوفوني، بس هتعرفوا وانتوا بتشوفوني ان انتوا شايفين الاب، اني انا في ابي. في اعلان جديد عندما تقترب من الابن، عندما تقترب من يسوع، في اعلان جديد عن الاب. تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. تساوي ايه؟ مين يقول أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم؟ يبقى أنتم فين؟ ويبقى أنتم فين؟ في الآب. أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم، فأنتم في الآب. لو تعرف مكان أنا في الآب، أنا الآب مش بعيد عني، أنا الآب مش على ما أنا في الآب، وأنا بتحرك أنا في الآب، وأنا بروح أنا في الآب، وأنا باجي أنا في الآب، وأنا قاعد في الاجتماع أنا في الآب، أنا في الآب، أنا في الابن، أنا في الروح القدس، أنا فيكم. افتح معايا يوحنا 17 آية، نفس المعنى بس يوحنا 17 عدد 20. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد، كما أنك أنت أيها الأب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا إيه؟ واحدا فينا، واحدا فينا. أنا في الآب، أنا في الابن، أنا في الروح القدس. ده مكاني الجديد، ده عنواني الجديد، زي ما بولس يقول أنا في المسيح، ده عنواني الجديد. في فرق ما بين وانا بتحرك في حياتي وانا عارف مكاني كويس قوي، انا في الاب، انا في، لاني في الابن فانا في الاب، لاني في يسوع فانا في الاب، لانه الابن في الاب، لاني في الابن انا في الاب، وبتحرك من الحته دي بطمانينه الابوه. من كام اسبوع كان بيتردد جوايا الكلمتين دول، غلبت الابوه، غلبت الابوه، انه الابوه ليها قوه في حياتي وحياتك، انه الابوه ينفع تحسم مشاكل في حياتي وفي حياتك. أبوة الله، لأن الله أب. زي ما في مرات تبقى في مشكلة معينة ومش عارف تعمل إيه، ده أخرك في المشكلة، وتلاقي ببساطة شديدة جدا باباك تدخل في حل المشكلة. طب حكي لجاكلين وإحنا جايين عن حد أعرفه قاعد يصلي لسنين علشان كان محتاج عربية، وفعلا كان محتاج العربية دي لتحركات وتحركات مراته وولاده في مسافات طويلة. قعد يصلي لسنين، 3-4 سنين، بس في يوم مفاجأة لقى بابا بيكلمه من مكان تاني، من ولاية تانية، من بلد تانية، وبيقول له أنا عايز أديك العربية بتاعتي. مشكلة اتحلت. الآب السماوي بيعرف يحل المشاكل بالسرعة ديت، بالبساطة ديت.
فمرات وانت باصص على المشاكل بتاعتك يا كبيره قوي وتايه فيها ومش عارف اعمل ايه، لانه غياب الابوه، غياب انه الله ابي اللي يعرف يحل المشكله في لحظات، في ثواني، بهذه البساطه، بهذه البساطه. بس اذا امنت، اذا صدقت، اذا اتكلت على الابوه، اذا عرفت انه الابوه دي اعمق بكتير قوي من كل اللي تتخيله، ابوه الله ليا اعمق بكتير قوي من كل اللي بتخيله. كمل العدد 22، انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد، انا فيهم تاني وانت فيا ليكونوا مكملين الى واحد، انا فيهم وانت فيا ليكونوا مكملين الى واحد. احنا في الحته دي، احنا هنا، احنا في الاب، في الابن، في الروح القدس، ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم انك ارسلتني. بص ثلاث كلمات اللي جايين عشان لو شاكك في كل الكلام اللي سمعته، واحببتهم كما احببتني. هل تريد ان تعرف الى اي مدى يحبك الاب؟ الاب يحبك كما احب يسوع بوضوح. واحببت ده يسوع واقف قدام الاب بيصلي، بيتكلم، بيقول اللي جواه، احببتهم كما احببتني. هل تفهم انك محبوب الى هذا المقدار؟ هل تفهمي أنك محبوبة إلى هذا المقدار؟ الآب يحبني، يحبك، يحبك كما يحب يسوع، كما يحب يسوع. نفس العلاقة، نفس الحب، نفس المقدار. مين مصدق؟ الآب يحبني كما يحب يسوع، دي كلمات يسوع. أحببتهم كما أحببتني. انت بتحب فلانة زي ما بتحبني. الاب يحبك زي ما بيحب يسوع. الاب يحبك زي ما بيحب يسوع. احببتهم كما احببتني. الكلمات دي لو مش في الكتاب المقدس وسمعتها من حد فكرة، بالتأكيد ما ينفعش تقبلها. لكن هذه كلمات يسوع في اصدق كتاب في الوجود. احببتهم كما احببتني. هل أنت مدرك لده؟ أن الآب السماوي يحبك كما يحب يسوع. دي محبة غير عادية، دي محبة ما تعرفش وما عرفش أجيبها بذهني، لكن أعرف أترمي عليها وأثق فيها. دي محبة ما عرفش أحصرها، لكن أعرف أترمي عليها وأثق فيها. أعرف أثق أنه قد أحبني، ولأنه قد أحبني فلا للخوف، لأنه قد أحبني. افتح رومية 8 عدد 12، الآية المشهورة. رومية 8 عدد 12. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد. مش هنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. مش هنعيش بحسب الجسد، سنحيا بحسب الروح، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. بص اللي جاي. إذ لم تأخذوا روح العبودية، روح اليتم اللي بيحاول يقنعك في مرات كتير قوي إن أنت ملكش سند، إن أنت ملكش حد يدافع عنك، إن أنت ملكش حد يقلب ظروفك نحو الأفضل، نحو المجد. لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يسوع هو في بستان جثماني في أصعب وقت يمكن، يسوع بيقول يا أبا الآب. يسوع هو في أصعب وقت لا ينسى أن هذا هو أبوه اللي بيحبه جدا جدا، ونفس مقدار المحبة الموجهة ليسوع موجهة لي وليك. فتخليني في أصعب وقت ألتفت إليه وأقول له يا أبا الآب. لم نأخذ روح العبودية الذي للخوف. لم تأخذي روح العبودية الذي للخوف. كل صوت بيجي في مرات كتيرة قوي بيحاول يقنعك انك لوحدك، بيحاول يقنعك انه بص للي حواليك، بص شوف ده حصل معاه ايه وده حصل معاه ايه، انت مش افضل من اللي حواليك. تستطيع ان تقف وتقول الله ابي يحبني كما يحب يسوع، يحبني كما يحب يسوع. والروح الذي أقام يسوع من الأموات هو نفس الروح الذي يعمل فينا. قيامة يسوع، خلي بالك دي حاجة نورت يمكن جوايا أنا بصلي دلوقتي معاكم، إنه قيامة يسوع دي هي اللي فتحت تمتعنا بالأبوة.
بدون قيامة يسوع مفيش تمتع. ليه؟ لأنه عندما قام يسوع سكب في الروح كل ما له لنا. عشان كده بعد ما يسوع قام راح نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس. النفخة دي بتحمل روح البنوة. هنا لأول مرة في التاريخ في أشخاص عايشين الله أبوهم. ده ما كانش حاصل في العهد القديم مجازا، كانوا يقولوا كده، لأن الروح القدس ما كانش يسكن في العهد القديم، كان يجي يحل ويفارق على الملوك، على الأنبياء، على الممسوحين. بس لأول مرة ينفخ يسوع في وجوههم قائلا اقبلوا روح القدس، اقبلوا روح التبني. فيخرج التلاميذ من القعده دي وهم عارفين ان هم ابناء. ابناء، انا ابن. الابن بيسلك بحريه شديده جدا، مش زي العبد. العبد دايما يحسب لو عملت كذا سيدي هيفكر فيا ازاي، لو عملت كذا مش عارف ايه. الابن مش كده. الابن يسلك بثقه الابوه. الابن بيسلك بثقه انه ابن، انا ابن. تبني، في تبني. والتبني لما بنقول تبني في الكتاب المقدس، لما بنقول تبني في الحياة مع الرب، ده مختلف تماما عن التبني اللي احنا نعرفه. التبني اللي احنا نعرفه واحد بيكتب واحد تاني باسمه، طفل باسمه. لكن في حاجة كيانية مش موجودة في التبني الطبيعي. فاهمين ده؟ يعني مهما ما شخص اتبنى واحد وحبه من كل قلبه، بس في حاجة في الكيان مش موجودة. طبيعة هذا الرجل اللي اتبنى الطفل ما بتتنقلش للطفل، مظبوط؟ الطبيعة ما بتنقلش. الطبيعة ليه؟ آه، ده شخص اتبنى شخص، بس ما يقدرش ينقله طبيعته. التبني في الحياة مع الرب مش كده. إنه تبنانا يعني ادانا طبيعته. التبني في الحياة مع الرب في حاجة كيانية، في حاجة اتنقلت من عند الرب لي، إن أنا أولاد الله، من الله، زي ما الرسول يوحنا بيقول في يوحنا 1، من الله، إن أنا أولاد الله. في طبيعته بقت صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، زي ما الرسول بطرس بيقول. الطبيعة بتاعته اتزرعت جوه روحه وصار فينا. فعلاقتي كابن بالرب مش مجرد علاقة اتبناني كتب ورقة ان هو بقى أبويا، لا. علاقتي بالله انه اتبناني، ده أنا بقيت منه، أنا بقيت منه. عشان كده لما يجي الشاول عندما يضطهد الكنيسة ما يقولوش شاول شاول لماذا تضطهد الكنيسة، يقولوا شاول شاول لماذا تضطهدني. ليه؟ لأنه شاول ما تصنعه للكنيسة كأنه بيؤلمني أنا. ليه؟ لأنه هذه الكنيسة مني، ما دول أولادي، هذه الكنيسة أنا من الرب. أنا عشان كده اللي أنت بتعدي فيه ده مش الرب واقف من بعيد بيقيم أنت بتعدي في إيه ويقول هتدخل في الحتة دي، لا مش هتدخل. ده في حاجة جوه الرب تتحرك تجاهك، في حاجة بتتحرك جوه الرب تجاهي. في أنا عايز مشاكلي تتحل، الرب يريد أن مشاكلي تتحل أكتر ما أنا عايز أن مشاكلي تتحل، لأن مشاكلي في وقت من الأوقات بتبقى مشاكل الرب. الرب عايز زي أب عايز ابنه يعدي الحتة اللي هو مزنوق فيها. الرب عايزك تعدي حتة أنت مزنوق فيها. ليه؟ لأنه أب حقيقي. الرب عايزك تعدي حتة أنت مزنوقة فيها. ليه؟ لأنه أب عايز يشوفك وانت بتكبر وبتنمو، عايز يشوفك وانت بتخدم، عايز يشوفك وانت بتجيب أبناء آخرين للمجد. هي دي رؤية يسوع، لأنه آتي بأبناء كثيرين للمجد. هي دي رؤية يسوع، هي دي رؤية الآب. الآب عنده حلم جواه، الآب عنده رؤية. من سنتين ثلاثة يمكن في اجتماع الشباب الرب ادانا كلمة عن الحلم، أحلام الله. الله عنده حلم تجاهك لأنه أب. الله عنده الله عنده ميراث يدهولك. هل تعلم انه الله عنده ميراث عايز يدهولك؟ روح اليتم تقنعك عكس اللي انا بقوله ده خالص. تقولك انت لوحدك ومالكش ميراث وتعافر عشان تاخد البركه، وانت ده انت لازم تقعد تصلي سنين علشان يحصل في حياتك زي اللي حصل في حياه اخوك اللي بارك دوت. ده اليتم. لو عندك حاجه من الحاجات اللي بقولها دي، ده ابليس بيحاول يزرع اليتم في حياتك. الابوه والبنوه ما بتقولش كده. الابوه والبنوه بتقول ابن بيتدلع على ابوه، يدخل في مرات، يمكن يطلب حاجات شكلها دلع، بس الاب يستجيب. ليه؟ لانه بيحب الابن. مش علاقه ذل، مش علاقه محدوديه، مش علاقه انت وانت فيها بتحاول تاخد شفائك، بتحاول تاخد. انا مشفي لاني في الاب، انا مشفي لاني هنا، لاني في الاب، زي ما قرينا الايات. انا مشفي لان الاب يحبني كما يحب يسوع. هو اللي قال كده، يسوع قال كده، احببتهم كما احببتني. انا مشفي، انا متبارك، انا متحرر لاني في الاب، لاني هنا، لاني في الثالوث ده، لاني في الاب، في الابن، في الروح القدس. انا مشفي، انا محرر، انا منطلق، انا مثمر، لاني ده مكاني، لانه ده المكان اللي الرب زرعني فيه. انا منه، انتم من الله.
من الله. لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف. الخوف مرتبط باليتم. الخوف مرتبط باليتم. الطمأنينة أو الأمان مرتبطة بالأبوة وبالبنوة. طول ما أنت ماشي وشعر أنه في خوف، في خوف بيحاول يقتحمني، ده إبليس بيحاول يقتحمك بالخوف وباليتم كمان. بس وأنت ماشي، إيه اللي يرد على الخوف دائما بداخلك؟ الله أبي. إيه اللي يرد على الخوف دائما بداخلك؟ إيه اللي يدفع الخوف؟ الخوف ده في مرات بيبقى زي شحنة جاي عليك. إيه اللي يدفع الشحنة ديت في الروح؟ أبوة الله، إنه أبي، إنه أبي. يعني في مرات وأنا ماشي بيجي عدوي يهددني يقول لي خلي بالك أنت مستقبل هتفضل وحيد طول عمرك. في أشخاص في هذا الاجتماع في مرات العدو يجي يقول لي كده، هتفضلي وحيدة طول عمرك، شايف فلان ده، شايف فلانة دي تقدم بها العمر وما ارتبطش، أنت هتفضل كده، أنت هتفضلي كده. ده خوف، ده يتم العدو بيرميه عليك وبيرميه عليك. والرب بيقول لك أنا أب، أنا أضمن مستقبلك. ارفع إيدك واعلن كده، الله أبي يضمن مستقبلي، أنا أب أضمن مستقبلك، أنا اللي أمشي معاه خطوة بخطوة، أنا لا أعرف أرفعك من حتة وحطك في حتة تاني، أنا لا أعرف أرفعك من المزبلة وأجلسك مع أشراف الشعب، أنا لا أعرف أخذك من آخر حتة تحت وحطك فوق. يسوع صنع، مش لسه هيعمل ده، أجلسنا معه في السماويات. لما بتصدق أن يسوع أجلسنا معه في السماويات، الأبوة تبتدي ترفعك. فما يبقاش مجرد إيمان إني جالس في السماء، لا، أرتفع بأبوة الآب. يعقوب واحد، آية تاني عن الأبوة. يعقوب واحد عدد 17. كل عطية صالحة، كل موهبة تامة، هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دهران. أبي ده اسمه أبي الأنوار. هذا يضمن أني في مرات أبقى واقف في حتة في حياتي ومش شايف اللي بعد كده، يجي أبي الأنوار ده ينور في الروح اللي ما كنتش شايفه قبل كده. فتتحول وقت الصلاة بتاعي، يتحول وقت الخلوة بتاعتي لبعد تاني خالص. ليه؟ لأنه فتح حاجة تاني خالص. مشكلتنا في مرات كتيرة اللي بتجيب تدين واللي بتجيب محدودية في الاجتماعات واللي بتجيب انه في مرات بنتخيل احنا عرفنا اخر الموضوع، احنا خلاص عرفنا ايه الاخر، مع انه الابوة بتقولك انه مفيش اخر، انه في بعد الاخر حاجة تانية. بعد الاخر اللي انت بتتخيله، الابوة بتقولك انه بعد النور اللي انت شفته في نور تاني ينفع ينور، بعد الاعلان اللي نور جواك في اعلان تاني ينفع ينور. الابوة بتقول كده. الأبوة غير، عشان كده بولس لما جاي يصلي لأهل أفسس قال أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة، كل أبوة في السماويات. ليه؟ لأنه عايز يصلي الإعلان جديد. كل تعرف أنه كل إعلان، كل إعلان جاي من الآب في الإبن بالروح القدس. كل إعلان جديد جاي من الآب في الإبن بالروح القدس. كل نور جديد بينور جواك جاي من الآب في الابن بالروح القدس. عشان كده بولس هو بيصلي لأفسس أحذي ركبتي لدى أبي ربنا، الآب، أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة، يعني كل مجموعة فيها أبوة، كل أبوة، كل مجموعة أي مع الأبوة بتاخد اسمها، بتاخد هويتها، بتاخد مكانها في الواقع الروحي من الآب. كل عمل روحي حقيقي بياخد مكانه في الواقع الروحي من الآب، الذي منه تسمى كل عشيرة، كل أبوة، كل عطية صالحة. عدد 17. كل موهبة تامة هي من فوق. لن يعطيك الرب أمر ناقص. أمين. لن يعطيك الرب أمر ناقص. أنا أصدق الكلمة أكتر ما أصدق أي حاجة تاني. كل عطية صالحة، كل موهبة تامة هي من فوق. في مرة من مرات يسوع قال لهم كده، فيش حد فيكم هيسأل أبوه خبز فيدي له حاهية، هكذا الآب السماوي يعطي الروح القدس لمن يسأله. لن تدخل إلى الآب تسأله الروح القدس فتلاقي أي حاجة تاني، لا، عندما تسأل الآب الروح القدس سيعطيك الروح القدس. وده اللي نفسي أصليه في نهاية هذا الوقت. يا رب احنا نريد ملء جديد بالروح القدس، نريد أن نمتلئ ملء جديد بالروح القدس، وتبقى وانت واقف بتسأل فاهم فهم جديد. أنا واقف أمام الآب الذي يعطيني الروح القدس في يسوع بعمل الروح القدس نفسه.
كل عطية صالحة، كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلق. عارفين لكي نكون دي في الأصل يعني ينبغي، حتى في الإنجليزي تيجي شود، عشان ينبغي أن نكون بكورة من خلائقه. يعني وهو بيولدك بالروح، وهو بيولدك بكلمة الحق، بيولدك علشان تبقى بكورة في وسط خلائقه. يعني يعني مجده يستعلن فيك قبل ما يستعلن في الخليقة. عشان كده الخليقة تنتظر حرية مجد أولاد الله. الخليقة وهي بتبص على إيه؟ كنت مجد الرب بيستعلن فيك، كنت أبوة الرب بتستعلن فيك، وانت بتستعلن كابن في حاجة بتحصل حواليك. عشان كده كل ما بتمتلئ بالروح القدس وينور جواك انه الله ابوك وانك في يسوع وانه بالروح القدس يصنع في حياتك امور عظيمه، كل ما الاعلان ده بينور جواك، كل ما في حاجات حواليك في الجو بتتغير، في بيتك في حاجات بتتغير، في شغلك في حاجات بتتغير، في كليتك في حاجات بتتغير، في علاقتك مع نفسك في حاجات بتتغير. ممكن تسمعني فتقول اه الكلام ده عظيم، انا عارف ان الله ابويا. هل تعلم أن هذه بطولة؟ أنك تؤمن أنه الله أبوك وتحيا بهذا الإيمان يوم بعد يوم، فتعرف تستقبل البركة بتاعت الأبوة وتمررها إلى أجيال آخرين. دي بطولة في الكتاب المقدس. افتح رسالة العبرانيين، كلنا عارفين إسحاق. عبرانيين 11 ده أصحاح الإيمان. يقعد يحكي 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 عن ناس عملت أمور عظيمة. أخ نوخ، إبراهيم، سارة، جدعون، براق، شمشون، يوسف، وكل واحد عنده بطولة عظيمة. يقول آية عن إسحاق. يعني تعالوا نقرأ من أول 17، عبرانيين 11 من أول عدد 17. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيد الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك النسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. دي بطولة إبراهيم هنا، واحدة من أجزاء قصة بطولة إبراهيم، أنه طلع وقدم إسحاق. كلنا عارفين المشهد ده، قدم إسحاق وخلاص ماسك السكين وهيذبح إسحاق. قصة ينفع تكتب في البطولات. بص البطولة بتاعت إسحاق في عدد 20. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. دي البطولة بتاعت إسحاق، مش حاجة تاني مكتوبة. مش زي موسى مثلا اللي ده استهان بخزائن مصر وحسب عار المسيح أفضل من كل غنى مصر. في بطولة، تحس في حاجة مكتوبة جامدة. إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة، دي البطولة. بس الروح القدس لا يخطئ، لأنه بطولة إسحاق هي أنه أدرك أنه ابن لإبراهيم، ولأنه ابن فعنده ميراث، عنده بركة، ولأنه ابن عنده ميراث وعنده بركة، آمن أنه يستطيع أن يستلم البركة ويمررها إلى أجيال أخرى. دي البطولة. فمرات الأب مش هيطلب منك أي حاجة تاني غير النوعية دي من البطولة، أنك وانت واقف في مرات وحواليك أمواج، حواليك رياح، حواليك تشكيك، حواليك، هتقف في مكانك كبطل للرب، تؤمن أنك ابن له، أن الآب هو أبوك. دي البطولة بتاعت إسحاق. بص ارجع لتكوين، سفر التكوين إصحاح 26. مش تعرف قد إسحاق كان مصر يثق في أبوة إبراهيم، في صلاح أبوة إبراهيم. تكوين 26 عدد 12. زرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، باركه الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. متبارك. بص اللي جاي، جميع الأبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبي طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. هذا ما يريد أن يصنعه العدو معي ومعك في مرات كثيرة.
كل أبار بركة، كل أبار ميراث الرب حفرها في حياتي وحياتك لأنه أب على حساب البنوة. عارفين وإحنا بنصلي الصلاة رن جوايا حاجة، إحنا دايما لما نتكلم عن البركة نتكلم عن النعمة، إنه نعمة الرب تغرقنا فنتبارك. وفي مرات كتيرة النعمة أو المحبة بالنسبة لنا تبقى عكس العدل. حد فاهم بكلامي؟ حتى الصورة دي حتى موجودة يعني في مرات لما نيجي نتكلم ويمكن كتابية كمان، إنه في مرات وكأنه المحبة عكس العدل، النعمة عكس، وكأنه المحبة والنعمة هما اللي يضمنوا إن إحنا نتبارك، بس لو تعاملنا بالعدل مش عارفين إيه ممكن يحصل. مش مرات تقول كده عن نفسك؟ تعرف إنك لو تعاملت بالعدل لازم تتبارك، ده العهد الجديد، لأنه العدل بيقول لو الثمن الدفع يبقى البركة لازم تيجي، والثمن الدفع يسوع دفع الثمن، فأنت بالحب وبالعدل لازم تتبارك. أمين. أنت بالحب وبالعدل لازم تتبارك لأن يسوع على الصليب تلاقى الحب مع العدل، تلاقى البر، البر اللي يمكن في مرات كان بيقول انه ما ينفعش يبقى في سلام ما بينك وبين الاب، تلاقى مع السلام على الصليب. ليه؟ لان يسوع مات، لانه يسوع لما مات فتح ابواب البر. يسوع مات عني، يسوع مات، الابن مات عني، عشان لما يقوم غالبا الموت قائما من الموت انا اقوم معاه، فانا كمان ابقى ابن بالتبني، هو ابن بالطبيعه وانا ابن بالتبني، فمكاني يبقى في البركه بالمحبه وبالنعمه وبالعدل. فتعرف تقف مرات كتيره وترفع ايدك وتقول له ابي السماوي بالعدل، لان يسوع حمل عني نتائج خطاياي بالعدل، انا عايز اتبارك، مش بس بالحب، مش بس بالنعمه، بالعدل انا عايز اتبارك، لان يسوع دفع الثمن بالكامل، يسوع دفع ثمن خطاياي، ويسوع دفع ثمن نتائج خطاياي. يسوع لم يدفع فقط ثمن الخطيه، الخطيه يسوع تعامل معها، لكن يسوع ايضا حمل المرض الذي هو نتيجه الخطيه. يسوع اخذ الخطيه، اخذ نتيجه الخطيه، اخذ اخطائي واخذ النتائج اللي ترتبت على اخطائي، عشان لما انا اقف قدام الاب الحب والعدل يتلاقوا والاب يباركني بكل عطيه صالحه. ده يسوع، دي الأبوة، دي البنوة، ده العدل بتاع ربنا، ده العدل. عشان كده احنا بنرنم في مرة واحنا فرحانين، العدل والحق قاعدة كرسيك. اتعرفين داود فهم ده بس بدري قوي في العهد القديم، وانت بتقرأ المزامير في مرات داود وهو بيقول للرب يهب في وجه عدائه يقول له هب بالعدل بتاعك. داود فهم ده لانه داود كان مسابق، داود عارف انه هو يستطيع، وهو مستخبي في الرب، وهو مستخبي في الرب، يبقى ينفع يبقى في الحتة بتاعت العدل متبارك. يا رب انا بصلي كل شكاية في اسم الرب يسوع تقع، كل شخص بينظر على نفسه بشكاية، كل مرة بتعمل فيه حاجة بدون قصد، والحاجة دي يمكن بتخلي ناس تتكلم عليك وحش، او تخلي امور فيها شكايه تقوم ضدك في الروح، يا رب انا بصلي النهارده كل شكايه تقع. وده اللي بولس بيقوله، من يشتكي على مختاري الله الذي يدين هو الذي يبرر، اللي كان بيدين القاضي بقى هو المحامي بتاعي. الابوه البنوه، ده مجد الابوه، مجد البنوه. عدد 15، جميع الابار التي حفرها عبيد ابيه في ايام ابراهيم ابيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. يجي العدو عايز البير بتاع البر اللي يسوع حفره على الصليب في حياتي وحياتك، العدو عايز يردم البير دوت. يجي العدو عايز البير بتاع الثقة، بتاع البنوة، بتاع اني اصرخ يا ابا الاب اللي يسوع حفره وهو على الصليب، يجي العدو عايز يطمر هذا البير. بس بص ثقة اسحاق في الابوة، قال ابي مالك لاسحاق اذهب من عندنا لانك صرت اقوى منا جدا. اسحاق بيتبارك. فمضى اسحاق من هناك ونزل في وادي جرار واقام هناك. بص اللي جاي، عاد اسرائيل واسف اسحاق ونبش ابار الماء التي حفروها في ايام ابراهيم ابيه. ده هنا اسحاق عارف، واثق، في مقاومه من العدو، في العدو بيجي وبيعمل حاجات وبيطرده وبيتنازع معاه. اسحاق هو ماشي واثق، ثقه الابوه،
عارف كويس قوي اه هم بيعملوا كده، بس ابويا حفر ابار هنا، انا ساحفر هذه الابار مره اخرى وهجيب الميه اللي فيها لان ده حقي، ده ميراثي بالحب وبالعدل، ده ميراثي. اسحاق عارف ده كويس قوي. عاد اسحاق ونبش ابار الماء التي حفروها في ايام ابراهيم ابيه، وطمها الفلسطينيون بعد موت ابيه، ودعاها باسماء كالاسماء التي دعاها بها ابوه. حفر عبيد اسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي، اول بئر اهو طلع ميه، ده الميراث بتاع اسحاق. خصم رعاة جرار رعاة اسحاق قليل لنا الماء، فدعا اسم البئر عسق لانهم نزعوه. عسق يعني مشدات كلاميه او يعني شجار بس في مستوى منخفض. العدو جه يحارب اسحاق ليه؟ لانه عايزين يقولوا له الابار دي مش بتاعتك، البركه دي مش بتاعتك، انت مش من حقك انك تصدق قوي في ربنا للدرجه دي، ما يعني زي ما يمكن تسمع في مرات ما تكبرش الموضوع قوي كده، ما ترميش بالكامل على الرب. اصل في حاجات تقول لك خاف، اصل في حاجات تقول لك مش عارف ايه. هو ده اللي كان العدو بيعمله. العدو كان بيعمل ايه؟ اسحاق بيحفر بير ابوه دهاله، والعدو بيجي يقول له البير دي بتاعتي، مش من حقك تعمل كده. بس بص اسحاق، بص بطوله اسحاق، وده العبرانيين بيتكلم عنه، بطولة إسحاق. خاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قليل لنا الماء، فدعا اسم البئر عسق لأنهم نزعوه. ثم حفروا بئرا أخرى. إسحاق بيعمل إيه؟ العدو بياخد أبار، إسحاق بيروح يحفر تاني. بتعمل إيه لما العدو بيسلب البركة من حياتك؟ بتعملي ايه لما العدو بيجي يسلب البركه من حياتك؟ بتقف تعيطي وتقولي خلاص انا حاولت مره واثنين حصلش حاجه. اسحاق عارف كويس قوي ما هو ده العدو، بس ابي حفر لي ابارا كثيره. يسوع على الصليب حفر لك ابارا كثيره. ابوه الاب التي اعطت الابن لنا عشان يموت علشاننا حفرت لنا ابارا كثيره. دعا اسم البئر عسق لانهم نزعوه. ثم حفروا بئر اخرى تخاصموا عليها ايضا، فدعا اسمها سطنا. وسطنا يعني يمكن شجار باليد، يعني وكأنه المعركة كانت في مستوى معين. وبعدين إسحاق كمل، فالطبيعي بقى لو تتفكر بالذهن الطبيعي كان في معركة وأنا كملت، المفروض المعركة إيه؟ تخلص. لا، ده كان في معركة وإسحاق كمل، المعركة مستوى عالي. بس إسحاق لأنه واثق في أبوة أبيه، عارف الأبار دي بتاعتي، وبيديهم الأبار كده يعني زي خدوها أنا عندي كتير. مش عارف تحس عندك كتير ولا لا. أنا عندي كتير. أمين. فالبركة لما تتسرق أنا عندي كتير. أمين. هو عنده كتير فيبقى أنا عندي كتير. دعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى. من أكتر الأماكن اللي بحبها في الكتاب، حفر بئرا أخرى. بص هنا، لم يتخاصموا عليها فدعا اسمها رحوبوت. الرب أرحب لنا. وانت ماشي مصدق في أبوة الآب، في صلاح الآب، وانت ماشي يمكن حتى لو بيتاخد منك حاجة، بس مصدق، أنا مصدق في صلاح الآب. أنا مصدق إنه كل عطية صالحة، كل موهبة تامة نازلة من عنده. أنا مصدق، فأنا مكمل. سيأتي وقت والعدو يسالمك. سيأتي وقت، في وقت هنا جه على إسحاق والعدو قال خلاص. بص كمل بعد كده، ده مش بس ما نزعهوش عليها، قال إنه الآن قد أرحب لنا الرب، أثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك. إسحاق وإنت ماشي تذكر إني أنا إله إبراهيم أبيك. إنت ورثت بركة من إبراهيم مش لأنه إبراهيم، بس لأني أنا إله إبراهيم أبيك. إنت ورثت بركة لأنه أنا هذا الإله الأب، أنا إله إبراهيم أبيك. لا تخف لأني معك. لم تأخذوا روح الخوف الذي للعبودية. لا تخف لأني معك. لا تخف لأني معك. لا تخف لأني معك. لا تخف لأني معك. أباركك، أكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، نصب هناك خيمته، حفر هناك عبيد إسحاق بئرا. لغاية هنا تبقى القصة جميلة لو انتهت، بس بص كمل بعد كده. ذهب إليه من جرار أبي مالك
وأحوزات من أصحابه وفي كل رئيس جيشه، دول اللي أصلا طردوه. فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتوني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك، فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا. شافوه متبارك. تقول لي ازاي شافوه متبارك؟ اقول لك لما تفهم معنى البير في هذا الوقت تفهم انه اللي كان بيسهر مع اسحاق ده فوق الطبيعي. انتوا عارفين البير، بير واحد بس في الوقت ده يتعمل حواليه مجتمع. يعني لما يلاقوا بير واحد هنا يبقى في بلد. فبصوا اسحاق ماشي، لقوا بير اخدوها منه، راح لقوا بير تاني اخدوها منه، راح ماشي تاني لقوا بير تالت. فلازم هم يبصوا عليه يقولوا في حاجه غريبه هنا، الأبار ما بتطلعش كده، انتوا فاهمين؟ يعني في حاجه غريبه في الحته ديت، اكيد حاجه غريبه مع الراجل ده، اكيد الفلوس ما بتنزلش من السماء كده، النجاح ما بيحصلش بالطريقه ديت، في حاجه هنا مميزه. اسحاق ماشي، بس خلي بالك كل اللي بيكتشفه اسحاق من ميراث ابوه، كل اللي بيكتشفه اسحاق ابوه عمله له، جهزه له. كل اللي هكتشفه هتكتشفه لانه الاب صنعه لي. الاب اكمل عن كل حاجه. فجم يقولوا له: اننا قد راينا ان الرب كان معك، فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، نقطع معك عهدا الا تصنع بنا شرا. كانوا بيطردوه، بيخوفوه، بيقول: ابعد عننا، انت بقيت عظيم، احنا مش عايزين، كما لم نمسك وكما لم نصنع بك الا خيرا وصرفناك بسلام. انت الان ايه؟ مبارك الرب. وياتي وقت في حياتك تشوف ناس كانوا بيبصوا لك يمكن يتعجبوا، يقولوا: هذا هو مبارك الرب، هذا الرب باركه، ده مش يقرأ الرب والرب باركه. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، صرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلهم. عدد 32. حدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا. دي رقم كام؟ 4. وقالوا له: قد وجدنا ماء. رقم 4 في الكتاب المقدس بيتكلم في مرات عن العالم كله، وكأنه إسحاق متبارك في العالم كله، كأن كل ما تروح حتى هتتبارك. 4 بيتكلم عن الجهات الأربعة، مرات كتيرة يتكلم عن العالم، كل ما تروح حتى هتتبارك. نهاية القصة مش إنه العدو وسع لك وأخدت مكان رحبوت، نهاية القصة دعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. شبعة وسبعة في العبري هما نفس الكلمة، كانش في نقاط في الوقت دوت. دعاها السبعة، دعاها كمال، وكأنه بيقول أنا ميراث أبي كامل. العدو يجري 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 ورايا عشان يسلب الميراث، بس لأنه الميراث عظيم جدا العدو لن يستطيع أن يسلب الميراث. ممكن ياخد حتة ممكن، لكن لن يستطيع أن يسلب ميراثي. أبوة، بنوة، هل تصدق في أبوة الآب؟ هل تصدقي في أبوة الآب؟ أحببتهم كما أحببتني. تعالوا نصلي. ليكن فيهم هذا الحب الذي أحببتني به. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، لكن من أجل جميع الذين يؤمنون بي. أشكرك يا رب لأن الحب العظيم أحببتني حب عظيم. أشكرك. أشكرك لأجل ميراث الحب أيها الرب. أشكرك لأني محبوب جدا، عين الرب علي من أول السنة إلى آخرها. لا ينعس حافظك ولا ينام.
كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. الذي لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران سيظل أبي إلى الأبد. سيظل أبي إلى الأبد. سيظل أبوك إلى الأبد. سيظل أبوك إلى الأبد. ولن نترك يتامى لأنه أرسل لنا روح القدس قال لا أترككم يتامى باسم الرب يسوع. لا لروح اليتم لا للجفاف الذي يأتي مع اليتم باسم الرب يسوع لا للفقر الذي يأتي مع اليتم لا للخوف وعدم الإحساس بالأمان الذي يأتي مع اليتم. نعم للطمأنينة. نعم لأجنحة الحضور الإلهي. بخوافه يظللني تحت أجنحته أحتمي. الخوف يا رب ينزع القلق. تأتي بشفائك أيها الرب. تأتي بطمأنينتك. تأتي بحريتك. وبارك الرب. الليلة أيضا تنذرني كليتاي. وبارك الرب. الابن الذي أعلن الآب أنا في الآب والآب فيا من رآني فقد رأى الآب يسوع. أنا في الآب والآب فيا وأنتم فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. انزع كل احساس بالوحدة. انزع كل احساس بالخوف. انزع كل حسد كل الشوك يا رب لتنفجر المياه من الابار في اسم الرب يسوع. ابار الابوة ابار الحب نصدق في الابار. ارتفع يا البئر القديمة نصدق في الابار. هللويا خرجنا وراءك يا رب مؤمنين أن لنا أبارا قد حفرتها لنا أيها الرب. ارتفع يا البئر القديمة لتغطي المياه لتغطي مياه النهر الحياة. ما هي مياه الأبار دي نفسها مياه النهر بس تعمقت جدا في الأرض فصارت أبار. هي نفسها مياه روح القدس مياه النهر. يا رب ليرتفع بئر الشفاء في وسطنا. يرتفع بئر الشفاء الجسدي لأننا فيك أيها الرب نشفى. لأنني فيك أشفى. هللويا وأزيل المرض من وسطكم. هللويا ليرتفع بئر الشفاء ليرتفع بئر الشفاء ليرتفع بئر الشفاء ليرتفع بئر الشفاء. يرتفع بئر الغنى والحرية والكرامة. يرتفع بئر النجاح. يرتفع أبار الراحة باسم الرب يسوع. رحبوك أرحم الرب لنا. يرتفع بئر الكمال
يكمل الرب عدد أيامنا باسم رب يسوع. شبعة، مات إبراهيم شبعان أيام، مات إبراهيم 175 عاما شبعان أيام، شبعان من الخير. أخطأ إبراهيم مرات في حياته نعم، لكن لم يجازيه الرب حسب أسهامه. أخطأ إسحاق نفس خطأ إبراهيم نعم، لكن لم يجازيه الرب حسب أسهامه، تعامل معه بالنعمة. وفي العهد الجديد يتعامل معنا بالنعمة وبالحق، والحق أن يسوع قد دفع الثمن كاملا. لذا لنا البركات بدون صراعات باسم الرب يسوع. يستعلن لما بند على الابن، مكاني في الاب يستعلن بالروح القدس. عظم الابن لأنه هو الذي وضعنا في هذه المكانة، وعظم يسوع لأنه هو اللي حطني في المكانة دي، وعظم الابن. أنا في يسوع، أنا في يسوع، أنا بر يسوع على حياتي. عظيم 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 عظيم. بالحب كما أنت
دعني للرب يسوع دعني له يسوع اعلن يسوع انا في يسوع كل كل هيا سلطانولا هذا ميراثي في يسوع من يغلب اعطيه ان يجلس معي في عرشي صار خلاص الهنا وملكي قد صار فداء لشعبي بدمي قد صار خلاص الهنا وسلطان صار خلاص الهنا وملكي قد صار فداء لشعبي بدمي قد صار خلاص الهنا وسلطان صار خلاص إلهنا وملكي قد صار فداء لشعبه بدمي قد صار خلاص إلهنا وسلطان ملكنا نهاية ملكنا نهاية سلطاننا نهاية يسبحنا نهاية يا رب أصلي كل يتم كل خوف كل عبودية تسقط في محضرك وتشفى باسم الرب يسوع كل نفسيات تحيا يتيمة باسم الرب يسوع أبي أنت كل نفسيات تحيا يتيمة كل نفسيات تحيا خائفة وحيدة يا رب تعالى بالشفاء في هذه اللحظات اشفي من اليتم لا لليتم باسم الرب يسوع لا للخوف باسم الرب يسوع نعم للبنوة هاليلويا لم يعطينا روح الخوف الذي للعبودية بل روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب باسم الرب يسوع لا يتم لا تهديدات لا إزعاج لا مخيف ولا مزعج باسم الرب يسوع أبي أعظم من الكل قال يسوع هذه الكلمات أبي أعظم من الكل تستطيع أن ترفع يدك وتقول هذه الكلمات أبي أعظم من الكل أبي أعظم من الكل أبي أعظم من الكل هللويا أبي أعظم من الكل أبي أعظم من الضيقات أبي أعظم من المخاوف أبي هو المتحكم في الظروف أبي هو المتحكم في الأحداث أبي أعظم من وأنت ماشي في الشارع يا رب وصلي أذهان تفك أثناء المشي في الشارع أذهان تفك من الخوف ومن التشويش ومن التوهان لأن أبي أعظم من ماشي في الشارع وأنا شعر أنه أبي أعظم أبي أعظم هللويا أنا مميز أنا مختلف أبي أعظم أبي جعلني مميز جعلني مختلف قال لي دعوتك باسمك أنت لي وأنا قد أحببتك صرت عظيم صرت عزيزا في عيناي مكرما وأنا قد أحببتك حب عظيم أشكرك أغمرنا بحبك يا رب أغمرنا بحبك أغمرنا بحبك أغمرنا بحبك أغمرنا بحبك يا رب فتلين قلوب كثيرة اغمرنا بحبك فالعناد يقع اغمرنا بحبك فالخوف اغمرنا بحبك يا رب ارفع ايدك معايا في اللحظات دي قول اغمرني بحبك اغمرني بحبك الشخصيات الجامده تحتاج الى حب الرب ليغمرك الشخصيات الحاده تحتاج الى حب الرب ليغمرك أطلب حبك أيها الرب أطلب حبك
نطلب أمان الأبوة، طمأنينة الأبوة. يا رب لا أصلي فقط لهذه اللحظات، أصلي لأجل باقي هذا اليوم ولأجل هذه الليلة ولأجل الأسبوع القادم. أمان الحب، أمان الأبوة. أبي أنت وأنا ماشي في حياتي مطمئن لأن أبي معي. هللويا. قال لمريم المجدلية: اذهبي قولي للتلاميذ إني ماضي إلى أبي وأبيكم، إني ماضي إلى أبي وأبيكم، أبي هو أبيكم، يحبني كما يحبكم. اذهبي قولي للتلاميذ إني ماضي إلى أبي وأبيكم. أشكرك يسوع، أشكرك يا ابن الله، لأني فيك صرت ابن الأب. أشكرك لنحيا فيك مطمئنين مستريحين. أطمئن وأستريح. تعالوا نختم بالكلمات: أطمئن، أستريح. أطمئن أستريح ما لا يزعج قلبي شر يقترب أرعبي ولا مخيف. أنت حصني فمن من أرتعب. أطمئن أطمئن أستريح معا لا يزعج قلبي شر يقترب. في وادي زلتي لا أخاف لأنك أنت. يعلو إيماننا عليا وقلت لك يا رب أنت ملجأي. أطمئن أستريح معك لا يزعج قلبي شر يقترب. أرعى وأربط ولا مخيف. أنت حصني فمن أطمئن أطمئن أستريح معك لا يزعج قلبي شر يقترب. أرعى وأربط ولا مخيف. أنت حصني يا ذو انتصارنا يا ذو بك انتصارنا تنقذني على الماء الدماء. لا تسلم نعلن إيماننا بالرب، نعلن إيماننا بالرب. صرت في وادي ظلمات لا أخاف لي أنك أنت معي. جعلت علي مسكنا وقلت لك رب الليل يا أطمئن أطمئن أستريح معك لا يزعج قلبي شر